علي معلول معيار الاحترافية، ولكن كمان النادي الأهلي معيار الثبات في المواقف ومعيار الاحتراف. النادي الأهلي بيعلم الناس الاحتراف برسائل مباشرة. كابتن سيد عبد الحفيظ، عندنا مباراة البنك الأهلي المباراة القادمة، تم تحديد استاد الماكس ليها. نادي البنك الأهلي نجح انه يحصل على الموافقة انه يلعب في استاد الماكس في اسكندرية، اللي هو قد يكون مش طبيعي ان ده الملعب الأساسي ليه. بس مفيش مشكلة عند النادي الأهلي، أنت نادي جبت الموافقة الأمنية، ده مش دوري. كابتن سيد عبد الحفيظ قال إيه؟ مواجهة البنك الأهلي في استاد الماكس، البنك الأهلي له الحق تماما في لعب مباراته في الملعب الذي يريده، وهذا أمر ليس من شأننا. دي رسالة للبعض اللي عنده نظرة ضيقة قوي للأمور على قد مستوى تفكيره، ودايما بيتكلم في ليه النادي الأهلي ما بيروحش هنا وليه ما بيروحش هنا. وللأسف ده كان من الأسباب اللي أندية أخرى استندت عليها فحققت إخفاقات كبيرة جدا، لأن هم سمعوا النادي تاني مفهموا من كل مشاكلهم هم ما بيلعبوش فين. النادي الأهلي بيدي درس، أنا دوري ملوش علاقة بتحديد المباراة أمنيا فين، زي نادي الزمالك زي أي نادي. أتمنى الرسالة تكون وصلت، لأن سيد عبد الحفيظ وصل في الجملة دي حاجة أكبر بكتير جدا من مباراة البنك الأهلي هتتلعب فين. بالتأكيد أنت هنا في اتساق مع ذاتك ومع أفكارك، إحنا ما عندناش مشكلة نلعب في أي مكان طالما النادي هيقدر يوفر موافقة أمنية على اللعب فيه، وده اللي اتكلمناه في موضوع المحلة واتكلمناه في موضوع الإسماعيلي، لكن البعض زي ما فارس قال عنده نظرة ضيقة للأمور ما بيقدرش يستوعب الأمر ده، لكن الكابتن سيد بيؤكد على احترافية النادي الأهلي متمثلا في مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ.